السلام عليكم. الناس اللي بتسأل يا جماعة دايما وتقول لنا الأخشاب اللي انتوا بتستخدموها ايه؟ والله يا جماعة هي الأخشاب كلها طبيعية مستوردة، لكن بيتم توظيفها توظيف الأمثل لكل أوضة. تمام، الأوضة اللي قدام حضراتكم دي أوضة مودرن، دي دلوقتي في النجارة. تمام، لو بصينا الأوضة كلها، يعني الأوضة كابس قبل كاس سي مصنع 14، وبعد كده محطوط الفايبر ده فوق عشان التشريح بتاعه، الإدراج من الكونتر الخالص قدام حضراتكم وعلى سحابات. طبعا الرسم المفرغ ده بسي ان سي، ده بالنسبه للتسريحه. طبعا في اوبشنات كتير في كل غرفه احنا بنتاحها، دي مثلا التسريحه اهي. تمام، ده الكرسي الخاص بالتسريحه، ده الدولاب، اوضه النوم الكبيره، الابلكاش كله سه. العقده في السه ده يدل على ان اللوح فعلا قبل خس. خلونا برضو في اوضه تانية ما ينفعش ان انا استخدم فيها الزان، يعني اقل حاجات بسيطه. فلازم نوظف، فدي اوضه اطفال سرير بدورين، بيتم توظيف الاخشاب زي قدام حضراتكم ما انتم شايفين دلوقتي. الادراج السلم عباره عن ادراج كونتر، طبعا احنا مراعين المقاسات عشان الطفل لما يجي طالع برضو ما يبقاش عائق معاه. تمام، ده دولاب اطفال برضه. السلام عليكم. سرير بدورين تم صناعته على الصوره بالكامل، ده في مرحله التصنيع نجاره قدام حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. تمام، صوف بسم الله الرحمن الرحيم. شقه تم صناعتها على الصوره بالكامل بفضل الله، شات الزعماء ربنا يبارك له. اوضه النوم الرئيسيه، تعالى كده معايا. دي التسريحه يا جماعه، سامعين صوت السحابات ناعمه خالص ازاي؟ ده الباف، ده الباف، الباف كلها على سحابات. تعالى كده نخش على القلب من جوه برضه دوكو. السرير قدام حضراتكم الاتنين كومودينو، ده باف قدام السرير. نطلع نعمل زيارة من اللي احنا على سيراميك. السلام عليكم. غرفة نوم بنات تم صناعتها على صورة بالكامل، السرير مكون من وحدات أدراج زي قدام حضراتكم، وسرير دورين يصلح لجميع الأعمار السنية. دي مكتب ودي تسريحة، بارتيشن ده غرفة خضور، وده دولاب 150 تحت أي استفسار على رقم 010-2005-2407 شركة أرينا للأساس بدمياط. بارك الله وبارك عليهما وجمع الله بينهما في خير كثير وبت.